مساء الخير مستمعينا، سعيدة بلقاكم في حصة جديدة من برنامجكم اليومي الخاص بالتدبير والحكامة كي داير مع المصروف رفقة الخبير المالي والأسري الأستاذ محمد بن ساسي. مساء الخير. مساء الخير سهام، اش اخبارك؟ الحمد لله. عواش المباركة مسعودة. انا عليك ان شاء الله وكل المسلمين في مكانه وكل مغاربة واخوتنا اللي كيتابعونا في الداخل او في الخارج. ذكرى المولد النبوي ان شاء الله يوم الاحد ان شاء الله. الله يرزقنا المحبة ديالو والسلوك اللي نهجو ونتخلقوا بأخلاقه ونعمروا قلوبنا بالخصوص ديك الرحمة الشاملة ديالو وديك التعاطف اللي كانت يعبر عليه عليه الصلاة والسلام مع الزوجات ديالو ومع الأصحاب ديالو مع اللي كيعرفهم مع اللي ما كيعرفش. نموذج وطراز عالي جدا للإنسانية كلها، ماشي فقط للمسلمين، للإنسانية كلها في حسن الخلق. فهذه فرصة فعلا الإنسان يوقف مع الشمائل ديالو والأخلاق ديالو والصفات والسمات اللي كانت يتحلى بها، سواء في شخصه الكريم طهارته نظافته سمته شكله عنايته بذاته عليه الصلاة والسلام، أو لف علاقته بالآخرين من الأقرب إلى الأقرب، بدءا بالزوجة مرورا بالأبناء وانتهاء بالأعمام والأخوان والجيران والأصحاب وحتى العدو والصديق. نموذج حقيقة اللي خصنا، هذه مناسبة الواحد يراجع نفسه إلى أي حد كيتطابق كيقرب أو لا بعيد من النموذج. غادي نحييك إبراهيم هضيبي في الإخراج وفي استقبال المكالمات، أيضا نحيي جميع المستمعين وتحية الإيمان حسي اللي كتظهر على نقل حلقات البرنامج. يمكن لكم تتابعونا بالصوت والصورة عبر الصفحة الرسمية راديو أصوات وأيضا الصفحة الخاصة بالبرنامج كي داير مع المصروف. أستاذ محمد النساسي، قبل ما نبداو الحلقة، قبل ما ناخذ أول اتصال في الحقيقة، بغيت نرجع معاك للحالة ديال واحد المستمع اللي كان تواصل معنا يوم الثلاثاء واللي تكلم عنده 12,000 درهم في الدخل وكيتمنى انه يوفر وكل شهر كيخرج له طارئ ما كيوفرش، وفي الاخر يعني في اخر المداخله ديالو قال بانه الحقيقه انا راه عارف فين كيمشيو لي الفلوس. قال شحال الساعه دابا؟ كان ديك الساعه واحد 7 كنظن ديال العشيه. قال تخيلوا معايا انني غادي دابا واتصلت بالزوجه قالت لي شوف راه ملي تقرب للدار علمني باش نهود باش نمشي ونتغداو على برا. في كل مره السيده ما كتوجدش علما انها يعني ربات بيت. حنا ما كنقلوش من الدور اللي كتقوم به ربات البيوت، وانما هاد السيد كيقول بان الزوجه ديالو ما عمرها كتوجد الماكله، وبالتالي انا مضطر انني نخرج يوميا، مضطر انني يعني نخسر الفلوس عندي ولا ما عنديش، يعني ميزانيه في اخر المطاف. هي ولا شوفي هي اذا اليوم بغينا الراي ديال الاستاذ محمد بن ساسي، وايضا ما كرهناش حتى الراي ديال المستمعين. هذه فرصه فعلا الناس اللي كيتابعوا الحلقه اليوم في التعليقات ديالكم عطيونا الراي ديالكم في هذه الحادثه بالخصوص. نعم. علما ان سي انس هذا يعني حديث العهد بالزواج، يلا مزوج هذه سنتين او 3 سنوات، المهم باقي مازال ما عندوش الابناء، يلا كيعيش هو ومراته. وبالتالي انا كنطرح واحد السؤال، كثير من الاحيان كدوز سنوات على الحياه الزوجيه والراجل كيبدا يشكي من المراه والمراه كتبدا تشكي من الراجل. ملي كنجيو نبحثوا في كثير من الاحيان على سبب الخلاف بيناتهم كنلقاو مجموعه قواعد ما تحطاتش النهار الاول، مجموعه قواعد نعاودها ما تحطاتش مزيان، نرجعوا لها استاذ محمد بن ساسي ان شاء الله. نعم. لان بالفعل واحده من بين الركائز اللي كتخلي الامور كتمشي مزيانه خلال الحياه الزوجيه، حتى الى حصلت شي بين قوسين شي رجه شي زلزال شي كذا ما كيهدمش الاسره، كيمكن تزعزع في بلاصتها ثم كتكمل المسيره ديالها. لما كتمشي كتطلب شغل كيجلس معاك المشغل كتفاوض معاه على واحد المجموعه ديال الامور، كونجي الصالير زيادات واحد المجموعه ديال الامور كتتفق معاه ساعات العمل وكذا. اي عقد اليوم في العالم الا مبني على واحد المجموعه ديال التعاقدات. غادي نوقفك هنا استاذ، كنستسمح منك، واش في نظرك يعني مين كنبغيو نبرمو واحد العقد، وحنا كنهضروا على واحد العقد اللي هو متين ومقدر عند الله تعالى، يعني ديال الزواج، واش الراجل غادي يشرط على مراته ويقول لها خصك طيبي ليا يوميا؟ هاني جاي انا دابا ما تكلمش على العقد، شرط على اتفاقات. لا ولا
ولا ولو في اتفاقات راني جاي كاين بعض الاتفاقات اللي الناس كينصحوا انها تكتب وكينصحوا حتى الخبراء في المنتور كتبها وكاين بعض الامور كتبقى شنو هي اعراف وهنا لما تنقولوا العرف الحرف تيحكم شنو هو العرف عندنا في المغرب شنو هو العرف عندنا عند ربات البيت العرف عندنا عند ربات البيت في المغرب انها لما كتكون ربات البيت هي مسؤوله على كل ما يتعلق بتدبير البيت طبخ والبيت والعنايه ديالو وتربيه الابناء الرجل مسؤول على كل ما هو خارج البيت عمل خصو يجيب الفلوس خصو يجيب يمول هذه المؤسسه هذه على اساس باش المراه تقوم بالتدبير ديالها هذا هو العرف السائد البعض يقدر يحاجني بالشرع يقول لي بعض المذاهب الفقهيه ما كتلزمش المراه بالخدمه ديال الزوج ديالها تنقول له نعم كاينه مذاهب فقهيه بالفعل اللي ما كتلزمش المراه هذا ربما سؤال يقدر يجاوب عليه السي الدمسيري ويفصل في هذه النقطه هذه لكن ملي كنجيو نشوفوا على ارض الواقع وهنا مره اخرى كنرجعوا للعرف جميع الامم والحضارات انا تنقول لكم الان خرجوا تساراو الكره الارضيه كامله شرقها وغربها من شمالها لجنوبها في جميع القارات حتى عبر التاريخ ديال البشريه كان دائما تقاسم المهام سميتو وتقاسم المهام واحد من بين الاسرار ديال النجاح ديال اي مؤسسه كيف ما بغات تكون مؤسسه الاسره بالدرجه الاولى دابا انا نرجعوا للحاله الخاصه اللي كانت معنا يوم الثلاثاء السي انس كيشتا كنا ما كي عندو 12000 درهم وما جوج تاع الناس كاري ب 3000 درهم شي الاخر كيمشي ما كيبقى عندهم والو اسره عندها طموحات تنقول الطموحات ديال من ديال المراه ديال الراجل وديال اذا الطموحات هي مشتركه دابا السؤال لما نبغي نحققوا الطموحات واش مسؤوليه الراجل فقط او مسؤوليه المراه بوحدها لا مسؤوليه ديالكم بزوج وهاجوا معايا نزلوا الارض باش نحققوا الطموحات هذه خصنا فلوس مسؤوليه من الراجل هو اللي خدام واخا اذا الراجل هو اللي غادي يجيب الفلوس طيب والتدبير ديال هذا المال هذا باش نخرجوا منه نصيب نحقوا من الطموحات مسؤوليه من انا دابا غادي تلقوا بالمسؤوليه على المراه فهذيك المراه اللي كتدبر البيت وكتطيب وكتطبخ وكتهيئ وكتوفر واحد المجموعه ديال الامور عرفتوا الاخوان الرجال شحال كتوفر لكم هذه المراه هذه المراه كتوفر لكم اقل شيء حوالي قد الشيء اللي كتخسروه الا كنتي كتخسر 2500 درهم في دارك راه كتوفر 2500 درهم كتوفر 2500 درهم بهذا العمل اللي كتقوم به السيده علاش بعض المرات كنتشدد في قضيه ديال المصروف الزوجه راه ماشي مكافاه لي الله يخليكم ماشي خلاص ماشي اجر على هذا الشيء اللي كتقوم به ابدا هذا نوع من المكافاه جيست كيف تنقولوا واحد النوع من السلوك تقديري من الرجل وليس مكافاه ولا مقابل الشيء اللي كتقوم به طيب المراه اللي ما كديرش هذه الامور هذه تنقول لها كتعطلي المسيره ديال الاسره ديالك بواحد شكل رهيب جدا غتقول لي واخا من حقي حنا ما نمشيوش في الحقوق لحقاش الحياه ما كتمشيش غير بالحقوق فقط الحياه كتمشي بالاكرميه الحياه كتمشي بالتوافق الحياه كتمشي بالحب لو جينا على الحقوق وقفت الدنيا كامله ماشي من حقك لا ماشي من حقك انت لا ماشي من حقك انت وقفوا تمايا غتلقاو نفوسكم بزاف ديال الحوايج كيديرها الراجل ماشي واجب عليه نعطي مثال الراجل ماشي واجب عليه باش يديك في الصيف تسافروا لا في إفران ولا في مراكش ولا في غيرها ماشي واجبة واجب على المرأة أنه الطعام والشراب والكسوة والسكن يحسن بها الإحسان لكن الشيء الآخر كيجي شنو هو كيجي إكرام كيجي كيبغيتها الله يعني المرأة دابا بالمقابل تنقول له دي واخا ماشي واجب عليك ناخذ بالرأي ديال هذا المذهب باش نبقاش كاين مذهب حاضر ما عندناش مابقاش نغيبوه ناخذوه إلا بهذا لحقاش هو أقصى ما كاين طيب باش غادي نبني الأسرة ديالي باش غادي نبني الحب باش غادي نبني المستقبل ديال هاد الأسرة باش غادي نوطد العلاقة باش غادي نبني الصرح ديال هاد الراجل دابا أنا بغيت نبنيه ما بغيتش نطيحو هادوك الجذور اللي الآن هو اللي هما في بداية الحياة الزوجية هما الجذور دابا خدامين كيترازاو هاد الراجل كيدوز عامين 30 40 50 50 كيقراصو دائما في صفر هاد الراجل هذا كيف تنقولوا حنايا كيتهد الاساس ديالو وبالتالي كيلقى راسو طبعا هادشي ماشي في صالح الاسره وخصوصا يعني بالنسبه للحاله ديال انس والزوجه ديالو هما باقي ما كاينينش وليدات باقي ما كاينينش التزامات اللي هي كبيره وما كاين والو نعم دابا نهار غيكونوا التزامات السهام كيف تنديروا غنجيبوا لي كشل الدري من برا ما كاين مشكل نجيبوا لي الحبته من برا ماشي مشكل اش نجيبوا لي نجيبوا لي شي عطاني شي ساندويتش من برا هاد الولد ملي غيبدا ياكل بدا نجيبو ليه عاوتاني بيتزا من برا دابا السؤال هنا كنرجع دابا راه هاد المذهب اللي قلت انايا شاد اغلب المذاهب
أوجبت على المرأة أنها تطبخ في البيت. دابا السؤال كاين أن ما بين هذا وهذا كناخذ بالعرف لأنه كيجمع ما بين كل شيء. العرف دابا حاليا لما تنتكلموا على ربة البيت كنتكلموا على واحد الهرم بدون مبالغة، وخصص مجموعة فيديوهات على ربة البيت وأفتخر. هرم وكل الأمهات ديالنا كنا تقريبا 90% ديال المغاربة اللي كاينين دابا حاليا حي أحياء، 90% منا أمهات ديالنا ربات بيوت، رباو خرجوا المهندس والطبيب والإعلامي و و و و و ربة البيت ماشي عمل اللي كنقللوا من الشأن ديالو وما نسمحوش لشي واحد يقلل منه ولا يقول لها راه جالسة في الدار. دابا ربما السيدة هذه لا قالنا أنا راه جالسة في الدار اللي رب أول مرة كنلقى وصف ينطبقوا على الموصوف. جالسة في الدار معنى أنها ما كتطيب ما كدير والو، ما كدير حتى شي حاجة. إذا هاد الصفة كتنطبق على هاد السيدة هذه. إذا هاد السيدة كنتمناو أنها تكون في الإنصات لينا اليوم، والنساء اللي كيشبهوا الزوجه ديال سي انس، شنو النصيحه اللي كيقدمها استاذ محمد بن ساسي؟ والله اذا النصيحه ديالي لهاد الاخت هادي هي تزوجات على اساس انها تبني هي وراجلها واحد الحياه، ياك هاد الحياه كتبنى بجوج ديال الامور، واحد حقوق تناخذوها مزيان وواجبات كنأديوها، نقدر نزيد الثالثه ولا ضمن هاد الواجبات كاينه خدمات كنتبرعوا بها. إذا أنا لما كنخدم البيت ديالي خديتيها بهذا المذهب ولا بهذا المذهب، أنت في جميع الحالات تؤدينا وظيفة مقدسة عظيمة جدا كتبني ذاك الراجل في غيبة ديالو. دابا تخيل باش أنا جاي من العمل وكنتسنى راسي خصني نخرج ناكل برا، يا إلهي مأساة، هذه مأساة حقيقية بصراحة. ممكن تكون واحد مرة في أسبوع، واحد مرة في شهر، واحد مرة الزوجة عيانة متعبة، مقبول بل واجب عليك الراجل، واجب عليك كاع دخل ودير الطابلية ووجد الماكلة. الله يعطيك الصحة. لكن ونقول لي لا أنا دابا كنعبر عليها وبحال العبارة قال لك بنت الفشوش، وهذه عبارة قدحية. لما تنقول له قدحية بمعنى السيد راه ما راضيش. إذا أخت العزيزة راه زوجك ما راضيش، واليوم ما راضيش عبر بهذا اللهجة، هذا قدر يعبر بأسلوب أخر. وإنما أستاذ محمد بن ساسي ما عجبنيش هذا المصطلح. الحمد لله كاملين تربينا في الفشوش، تربينا في ديورنا وحنايا مفشين عند والدينا كله فشوش، ولكن يعني ملي كتمشي المرأة كتزوج فاحنا كنقوموا بهذه الوظائف ديالهم. أنت كسيدة واحد البنت ما عمرها ما تعلمت طيب، ما عمرها ما تحطت يديها في المطبخ باش تنصحيها وجهها العريس. اولا تقول له ما كنعرفش نطيب باش ما يدخلش على غش. ثاني حاجه كنظن انا بانه اليوتيوب حاليا اي زوجه اي بنت يمكن لها الدخول وتعلم. اليوم جات خاسره وبعده خاسره وبعده ما جاتش هي وكنظن اننا ملي كنوجدوا واحد الشهيوه وكنجلسوا انا والزوج ديالي وحنا فرحانين بها، هذا لا يعني انني ما كنخرجش ولا يعني ان الزوج ديالي ما كيديرش ما كيشمرش وكيدخل للكوزينه. بالضبط. ولكن ماشي دائما السيد راجع من الخدمه كتقول له مراتو انا غادي نتسناك لتحت عيط لي باش نمشيو نتغداو، وكان السبعة العشيه الوقت اللي عيطنا. المستمع الكريم اذا هذه نصيحه واحد السر محمد الساسي، واحد السر ديال عند الرجال نقول له العيالات باش يعرفوه، راه الراجل لما كيسالي الخدمه بشكل عام تنقول مرتاح، اول حاجه كتبان القبله ديالو هي البيت ديالو. البيت تقول لا استاذ لا تحبس راه واحد 30% كيمشيو للقهاوي. علاش كيمشيو للقهاوي؟ علاش كيمشيو للقهاوي؟ علاش ما كيدخلوش لديورهم مباشره من بعد العمل؟ ما كيلقاوش الراحه في ديورهم. شكرا لك ايمان حسي، شكرا لكل المستمعين. حنا دائما مواصلين معكم الى حدود الساعه 8، غادي ناخذ اول اتصال مباشره من بعد هذا الفاصل الموسيقي.